هذا وقد تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات تهنئة من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء وأولياء العهود ورؤساء الحكومات في الدول العربية والإسلامية والصديقة بمناسبة الاحتفال بذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي عام 1783 ميلادية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم في المملكة أعرب فيها عن خالص تهانيهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة الوطنية المجيدة وأطيب تمنياتهم لسموه بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها الكريم دوام النماء والتقدم.